اليوم ما عنا طبخة، اليوم عنا وصفة كتير مهمة لهيدا الطقس، وصفة للأنفلونزا، للسعال الحاد، لكل حدا عنده ضيق بالتنفس. أنا من الأشخاص اللي صار عندي مشكلة من كم يوم وتحسنت كتير كتير بعد ما عملت هيدا الوصفة. جبت ليمونة حامض مثل ما شايفين، قطعتها أو قطعتها من تحت بهيدي الطريقة لحتى أقدر وقف الليمونة الحامض، وراح أرجع قصة من هون. مثل ما شايفين صوتي ما كان عم يطلع ابدا، كنت كتير تعبانه. بعد ما عملت هيدي الوصفه بنفس اللحظه تحسنت، وفتحوا عندي الشعب الهوائي كلهم، كانوا كلهم مسكرين، كنت كتير تعبانه والحمد لله ماشي الحال. وصفه مليانه بالفيتامين كتير كتير مهمه، احسن بمليون مره من المضادات الحيويه المصنعه. جبت ليمونة الحامض وبشرت ب عملينا بهيدي الطريقة، فضيت كل الليمون الحامض الموجود داخلها بهيدا الشكل مثل ما شايفين قد ما فيه. رح ارجع اجيب هلا ملعقة ورح حاول قد ما فيه شيل الليمون الداخل بهيدا الشكل، بحاول اني فضيها مثل ما شايفين. هلا اذا عندكم مشكلة أو حدا من أفراد عائلتكم عنده هيدي المشكلة، مقرب عنده سعال قوي، نزلت برد حادة، في يعملها ورح يستفيد ورح يحس حاله كتير 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 مرتاح وعلى ضمانتي وبنفس اللحظة. هلأ شو رح أعمل؟ رح أخذ ليمونة الحامض ومباشرة رح حطها على النار. حطيتها على النار مثل ما شايفين. أنا هلأ بانتظار أنه النار تسحب لي كل الزيوت الموجودة داخل القشر. حطيت مي عادي، مي تشرب من الحنفية، ورجعت جبت زنجبيل. أنا عندي هون زنجبيل طحنيته مثل ما شايفين وعصريته، كان حطيته كان عندي يعني بالبراد، ورجعت حطيت الكمون. بحال ما في عندكم الزنجبيل الطازة فيكن تحطوا الزنجبيل البودرة. حطينا الكمون كمان مثل ما شايفين. مثل ما قلت لكم انا هلا بانتظار انه يغلوا كلهم مع بعض، والنار رح تحرق القشر الخارجي. بس ينحرق القشر الخارجي رح ينزل هيك نوع من الزيت من قلب القشر، انا هو اللي بدي اياه كرمال اقدر اني طبعا عالج الانفلونزا او الجريب او السعال اللي انا عم عاني منه. حطيت هلا شويه عسل مثل ما شايفين. اذا ملاحظين على الجوانب بلشت عندي اذا ملاحظين مثل ما شايفين جوانب القشر عم بيطلعوا فقاعات خفيفة. هون صار عندي زيوت صارت تطلع مباشرة على الماي اللي انا طبعا حطيتها مع الزنجبيل مع العسل مع الكمون. طريقة كتير 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 مهمة، صدقا انا استفدت من اول مرة. كانت يعني كنت كتير تعباني بس الحمد لله مشي حالي، مع اني عم باخد مضادات حيوية بس ما استفدت لانه بياخدوا وقت، بس مع هيدي اللي عملتها فعلا ما شاء الله استفدت واستفدت كتير. هلأ شو رح اعمل؟ مثل ما شايفين شفتوا هيدي القشوة اللي طلعت من برا، هي القشوة رح اخدها، رح جيب ملعقة واخدها، اخد هالقشوة كلها واشربها. طعمتها كتير حامضة وبنفس الوقت طيبة يعني، وبنفس الوقت رح استفيد منها. رح شيلها حطها على جنب، وعلى جنب عندي مي مغلية مثل ما شايفين رح حطها، ورح جيب ليمونات الحامض اللي انا قصيتهم وقطعتهم ورح حطهم بالمي المغلية، مش بمي باردة، بمي مغلية. بنطر عليهم شوي ليغلوا غلوتين، بس يغلوا غلوتين بنكون عندي الوصفة صارت جاهزة. هون غلو عندي غلوتين، رح شيلهم هلا وحطهم عندي بالكوب مثل ما شايفين. يعني المعروف انه ليمون الحامض فيه فيتامين سي بكميات كتير عالية، احنا هون زدنا الفيتامينات بإضافة الزنجبيل بإضافة الكمون يلي رح يطر السعال، وكمان رجعت جبت ليمونة الحامض وعصرتها مع الزيت اللي طلع مع كل المواد اللي حطيتها.
مباشرة على الكوب. وهلأ طبعا بنشرب الكوب كلياته، بنحاول انه نشرب كلياته. اذا كان زيادة حامض حطوا عسل، حطوا عسل بقلبها واشربوها، طيب كتير ومهم كتير احبائي. رح اقدم لكم وصفة تانية كمان للانفلونزا للسعال، عملوها بهيدا الطقس. غسلت ليمونة الحامض وبشرت بتقطيع، انا دايما هيك بعمل كل يوم عشية بقطع ليمون حامض. اذا في عندكم جزر كمان، بس هلا ما في عندي جزر، بقطع جزر، بقطع ليمون حامض بكميات كبيرة وبحطهم بصحن كبير وبحط عليهم رشة خفيفة من الملح مع كمون، مع الكمون الناعم، وبيصيروا الأولاد بياكلوه، حتى نحن منصير بناكله بحال حدا عنده زكام أو قابل إنه يجرب، عنده قابلية إنه يمرض. فطبعا هالفيتامين اللي بياخده من الليمون الحامض فيتامين سي رح يستفيد منه كتير وما بقى يعني بيمرض. هون حطينا الكمون، وأكيد فيكم ترشوا رشة من الملح، وطبعا هيك بتحطوهن من دون ولا أي شيء، صدقوني كتير كتير مهمة. وبتمنى طبعا انه الوصفة تتشير لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. إذا أول مرة بتشوفوني ما تنسوا الاشتراك بالقناة ليوصلكم مني كل جديد. أنا هلأ أحبائي بدي ودعكم مع تحياتي، رح اشتاق لكم للفيديو القادم. إلى اللقاء.